هنا خليني اخد معانا على التليفون سياده النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنه العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 يا سياده النائب. مساء الخير يا يوسف، عليك وعلى كل الساده المشاهدين. عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. وصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم باحكام باته ونهائيه، وما بين قوسين احمد دومه ايضا من ضمن المفرج عنهم. تشوف المشهد ده ازاي يا محمد وانت عضو في هذه اللجنه؟ حقيقه بشوف انه هذا المشهد هو امتداد لمجموعه مشاهد حضرتك ذكرتها، واحنا قلناها من اول اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي، هي مرتبطه بفتح المجال العام بشكل يحقق ديمقراطيه حقيقيه ويحقق الحوار الوطني اهدافه التي دعا اليها السيد الرئيس في افطار الاسره المصريه منذ اكثر من عام. كان هناك حمله تشكيك واضحه جدا منذ اليوم الاول، الا انه الخطوات اللي اتخذت على الارض ردت عمليا على حمله التشكيك، ويمكن احنا كنا في لجنه العفو مصرين على الا نرد او نلتفت الى اي حمله تشكيك الا بشكل عملي، بمجموعه من الافراجات المتتاليه، بمجموعه من الاسماء التي طالبت بها القوى السياسيه المختلفه الانتماءات، سواء حتى التي تقدمت بها اقصى القوى المنتميه الى المعارضه قبل الحوار الوطني واثناء الحوار الوطني. مجموعه الاسماء اللي خرجت اللي بيضاف اليها احمد دومه النهارده، لو رجعنا بالوقت قبل كده هنلاقي مجموعه اسماء ايضا على نفس المستوى كانت طالبت بها القوى السياسيه. صحيح. واستجاب السيد الرئيس لهذه المطالب من قبل الحوار الوطني، من منذ افطار الاسره المصريه، وتتذكر في نفس اليوم او في اليوم التالي تم صدور قرار الافراج عن الاستاذ حسام مؤنس، تاني يوم افطار الاسره المصريه تقريبا، وبعدها توالت مجموعه من الافراجات عن نشطاء سياسيين منتمين الى المعارضه طالبت في القوى المعارضه اخلاء سبيلهم او العفو عنهم. النهارده احمد دومه بيضاف الى هذه القائمه، وغير انا عايز ايضا اقول انه الامر لا يتوقف عند الاسماء المشهوره التي يدافع عنها قوى سياسيه واحزاب. هناك في الاعداد التي يعني شرفت ال 1500 اسم، الاغلبيه الساحقه هي من المجهولين اللي تم القبض عليهم في فتره من الفترات اثناء توسيع دائره الاشتباه في ظروف امنيه ملتبسه نتيجه لمكافحه الارهاب اللي كان حاصل في فترات التهديد الامني اللي مرت بها مصر بعد ثوره الشعب المصري في 30 يونيو، وفي مرحله الاستقرار في مرحله الدوله القويه اصبح هناك مساحه واضحه جدا للفرز في انك تفصل التوسيع دائره الاشتباه من الارهابيين الحقيقيين الذين يجب ان يحاكموا، ولا يمكن ابدا ان نقبل اي تصالح على دماء الشعب المصري من هؤلاء الارهابيين. ولذلك وضعت لجنه العفو الرئاسي قاعده رئيسيه هي ان كل من تورط في دماء المصريين، كل من تورط وحرض على العنف، يعني مرفوض ابدا ان يتم المطالبه بالعفو عنه. ولكن في كثير من الشباب، انا بتكلم عن المجهولين حتى اللي اسمائهم مش معروفه، تم الافراج عنهم سواء بعفو رئاسي او باخلاء سبيل على مدار هذه الفترات. احنا بنؤكد على مجموعه من المعاني ان هذه اللجنه لا تتوقف فقط حول الاسماء المشهوره، لا تتوقف فقط عند مجموعه محدده من الأسماء المعروفة، لكن أيضا هناك الكثير والكثير من الذين من الشباب الذين يعني هناك رغبة من الدولة المصرية في هذه المرحلة إعطائهم فرصة ثانية ودمجهم في المجتمع والعمل على أن يصبحوا مشاركين في العملية السياسية حتى لو بآرائهم وأصواتهم المعارضة. وكما أكد السيد الرئيس أنه لا يمكن أن يستبعد أي صوت حتى لو مختلف، لأنه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. ده 100% مظبوط. ويمكن انا حتى كنت اتكلمت من فتره، من كذا اسبوع، مع المهندس طاهر ابو زيد على لجنه الدمج، وكانت بالنسبه لي شيء اكتر برضو من رائع، بيستكمل ما تقوم به لجنه العفو الرئاسي. بس هرجع معاك يا محمد على نقطه بعد اذنك، مدى الارتباط الايجابي ما بين ما تقوم به لجنه العفو الرئاسي والقرارات اللي بيتفضل بها فخامه الرئيس، وفي نفس الوقت دعم مسار الحوار الوطني. الحقيقه لو تذكرنا ويمكن انت كنت حاضر في افطار الاسره المصريه، انه السيد الرئيس في الخطاب الذي دعا الى الحوار الوطني
اعلن في نفس الوقت اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي، هما الاثنين في بند واحد مرتبط ببعضه، اي ان اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي كان مقدمه لتهيئه الاجواء لان يطمئن الجميع للمشاركه في الحوار الوطني، احد يعني احد اهداف اللجنه، واطلاق الحوار الوطني في نفس الوقت. ولذلك لجنه العفو الرئاسي على مدار هذه الفتره، على مدار الشهور الماضيه، ساهمت في طمأنه الجميع للمشاركه في الحوار الوطني، وانه هناك عمليه سياسيه هذه العمليه قادره على انها تخرج مجموعات من الشباب على مدار هذه الفتره، وده يمكن شفناه على مدار الاسماء ال 1500 اسم او ال 1000 او شعرفه من ال 1500 اسم في الفتره الماضيه. هل هذا الهدف فقط هو هدف لجنه العفو الرئاسي؟ لا، بكل تاكيد هدف لجنه العفو الرئاسي الاساسي هو إعادة الفرصة مرة أخرى إلى مجموعات من الشباب، إعطاء الجميع ثقة. الحوار الوطني مستمر ولجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها من أجل أن نصل في النهاية إلى مشهد الجميع مشارك فيه، حتى لو اختلفنا في الآراء فإن هذا الأمر بالتأكيد يعطي قوة ويضيف قوة للحوار الوطني نفسه. رائع جدا، انا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر لسياده النائب محمد عبد العزيز عضو لجنه العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.